الوقت اهو مش كده؟ ماشي. مساء الخير يا شباب، مساء النور يا دكتور. اهلا بيكم. احنا خدنا محاضرة في المحاسبة الإدارية مش كده؟ خدنا محاضرة في المعهد. حضرتوها؟ انا حضرتها. طيب ناخد كده الاول بس ربع ساعة عشان زمايلك اللي ما حضروش. تمام، اراجع بس العناوين اللي احنا قلناها، يا ريت. وبعدين ندخل في حاجة جديدة. تمام يا دكتور. وانا تعمدت ان انا اراجع عليه عشان يبقى معاك البي جي اف اهو نازل اهو على الشاشه، لو عايز تاخدوا اي حاجه تحت امركم. يعني حضرتك لو ينفع ترفعها على كلاس روم بحيث ان احنا نعمل لها داونلود على طول. هقول الموظف المسؤول في المعمل ويعملها لكم. حاضر. تمام يا دكتور، شكرا ليك. انا يا حبيبي. حد معانا غيرك؟ لا انا بس يا دكتور. مين الاسم ايه؟ انا جورج جرجس. جورج جرجس. اسجل اسمك بس عندي عشان اعمال السنه. ربنا يخليك يا دكتور. تحت امرك يا حبيبي. جورج جرجس. جبت تأجير ايه يا جورج السنه اللي فاتت في المحاسبه؟ جبت امتياز مرتفع ما شاء الله. ومعانا دكتور برضو ياسمين اشرف. دلوقتي دخلت. انا الكود بتاعي اخره 293 يا دكتور. نعم. الكود بتاعي اخره 293 293. 293. اوكي جورج. شوف ياسمين بقى، انا مش عارف الكود بتاعها الصراحة. ياسمين ايه؟ ياسمين اشرف رمضان. ياسمين اشرف رمضان. حاضر. ماشي يا حبيبي. ماشي يا دكتور. فاكر حاجة من اللي احنا قلناها في المحاسبة الإدارية؟ انا فاكر ان انا اللي سالت حضرتك لما دخلت متاخر وقلت لك ايه الفرق كده ما بين الاداريه والتكاليف والماليه. ايوه لما عملنا الجدول قلت لك هي جايه في المحاضره هتتقال دلوقتي، قلت لي ايه الفرق بينها وبين المحاسبه الماليه. صح كده. بالظبط. بص يا جورج، هنتكلم في المحاسبه، مدخل الى المحاسبه الاداريه. ايه مفهوم المحاسبه الاداريه؟ محاسب في الشركه بيشتغل شغل محاسبه، يعني بيعتمد على المبادئ المحاسبية، القواعد المحاسبية. تمام. كل اللي هو بيعمله من تقارير تفيد الإدارة الداخلية، ملوش دعوة بالجهات الخارجية خالص، هو كل شغله عشان خدمة الإدارة. فبنقول تعرف على أنها مجموعة من الطرق والأساليب المختلفة اللي بيطبقها المحاسب بدرجة عالية من الكفاءة العلمية والعملية. بيطبقها بدرجة عالية من الكفاءة العلمية والعملية. كل ده ليه؟ عشان مساندة الإدارة، يساعد الإدارة في تحقيق أكبر قدر ممكن من الكفاءة والفاعلية. عايز يخلي الإدارة تكون كفء. يعني إيه كفء؟ يعني بتستخدم الإمكانيات والموارد اللي عندها استخدام نموذجي وفعالة، يعني بتحقق أهدافها. تمام يا أساتذة؟ يبقى يا جورج احنا نقصد بايه بالمحاسبة الإدارية؟ طرق أساليب مختلفة. مين اللي بيطبقها؟ محاسب داخل الشركة. طب ليه بيطبقها؟ عشان يساعد الإدارة في انها تحقق الكفاءة والفاعلية. يعني ممكن نقول وهي اهي بالأحمر أداة لتوفير البيانات والمعلومات، يبقى هي أداة بتوفر لنا بيانات ومعلومات اللي بتساعدنا، أداة لتوفير البيانات والمعلومات للمستويات المختلفة عشان تستفيد منها الإدارة الداخلية. يبقى دايماً جاية لي دايماً كلمة الإدارة إيه؟ الداخلية، لاستخدامها في أغراض التخطيط والرقابة على أن يتم توفير البيانات والمعلومات بشكل مستمر. توفير البيانات والمعلومات بشكل إيه؟ مستمر. طب ليه بشكل مستمر؟ عشان تساعد الإدارة دايماً في اتخاذ القرارات. يبقى الصفحة دي كلها تتلخص في كلمتين. المحاسبة الإدارية بتقوم على مجموعة من الأساليب بيطبقها محاسب داخل الشركة يخلي الشركة في وضع ذو أكثر كفاءة وفاعلية، بيستخدم التخطيط والرقابة في أدائه.
ايه خصائص المحاسبة الإدارية؟ هتركز على اللي تحتيه خط، يعني تعتمد على، يبقى بتعتمد على ايه؟ إجراءات محاسبية، تبويب وتسجيل وتلخيص، تقوم على أساس خدمة الإدارة ب، طب ج، بتقدم المحاسبة الإدارية معلومات موجهة خصيصا للجهات الداخلية، طب د، بتوفر المحاسبة الإدارية معلومات بشكل تجنب المشاكل الروتينية. يبقى هنا أربع إيه خصائص، نقولهم تاني. يبقى نمرة واحد، بتوفر وبتعتمد على الإجراءات المحاسبية، بتعتمد على الإجراءات المحاسبية. نمرة اتنين، بتخدم تقوم الإدارة. على أساس خدمة الإدارة. نمرة تلاتة، بتقدم معلومات موجهة للجهات الداخلية. اتنين مرتبطة بتلاتة، معلومات للجهات الداخلية. مين الجهات الداخلية؟ اللي هي الإدارة، يعني بتخدم الإدارة. نمرة أربعة، المعلومات اللي هي بتقدمها لي بتساعدني إن أنا أتجنب الإيه؟ المشاكل المشاكل الروتينية. العادية أو الغير العادية، الروتينية أو غير الروتينية. ماشي كده يا أستاذة؟ تطورت وظيفة المحاسبة الإدارية طبعا مع التكنولوجيا، بتتطور، اتسعت أهدافها وارتقت لتصبح إحدى الوظائف الأساسية للمؤسسة. لهذا أصبحت المحاسبة الإدارية عن عبارة عن مجموعة من الأساليب العلمية، ده بنلخص اللي فات، تبحث في دراسة وتحليل البيانات المحاسبية عشان بتعمل عملية التخطيط والرقابة. يبقى الصفحة دي ملخص للي فات، تمام. طب التقارير بقى في المحاسبة، المحاسبة الإدارية تقدم تقارير داخلية ولا خارجية؟ المفروض داخلية. برافو عليك، لأن احنا بنقول هي بتخدم الإدارة، يبقى بتقدم تقارير اهي بالأحمر مكتوبة إيه؟ داخلية. تتمثل في التقارير التي تقدم لكل المستويات الإدارية، رئيس مجلس إدارة، مدير مالي، كبير المهندسين، تتعلق بنشاط عاجي أو بإيه؟ بالمشكلات. بنقول لهم أجي النشاط العاجي بتاعنا وأجي المشكلات اللي موجودة اللي بتواجهها الإدارة. طب في تقارير خارجية؟ آه طبعًا، بس مش المحاسب الإداري اللي بيعملها، التقارير الخارجية دي اللي المحاسب بيعملها، المالي بقى برافو عليك، المحاسب المالي، اللي هي القوائم المالية. طب بيقدم كم قائمة مالية؟ يا اتنين يا تلاتة، بتهيألي لا أربعة. أربعة. آه نقولهم مع بعض، قائمة الدخل أيوة، قائمة الدخل اللي هي بتبين لي الربح والخسارة، وفي قائمة بالظبط. المركز المالي اللي هي الميزانية، وفي قائمة التدفقات النقدية، الفلوس اللي داخلة واللي خارجة، وفي قائمة حقوق الملكية. يعني طيب، لو حد خدناهم السنة اللي فاتت دول يا دكتور. خدناهم بالظبط، برافو عليك، طيب، تمام كده. تستخدم هذه التقارير كوسيلة اتصال بين المؤسسة والمستخدمين الخارجيين. مين بقى المستخدمين الخارجيين؟ قول بقى، سمي زي ما انت عايز، انا كاتب على سبيل المثال النقابات، الزبائن، الدائنين، المستثمرين، نقابة العمال، البنوك، الضرائب، اي حد خارجي خارج الايه الاداره. يبقى التقارير الخارجيه بيعملها المحاسب المالي، التقارير الداخليه بيعملها مين؟ الإداري، المحاسب المحاسب الإداري. الاداري بالظبط. التقرير دايما عباره عن نظام معلومات. هو التقرير بيديني ايه، معلومات ولا بيانات؟ معلومات المفروض. البيانات شويه المستندات متلخبطه، احنا بندلعها ونوضبها تطلع معلومات. بالظبط. يبقى التقارير الداخلية للمحاسبة الإدارية لها خصائص. إيه خصائص بقى أنا ركزت هنا على التقارير إيه طبعًا؟ الداخلية، لأن أنا بتكلم في محاسبة إدارية. طب إيه خصائصها؟ أول حاجة تعتبر تقارير داخلية لأنها تعد لغرض الاستخدام الداخلي، صح ولا غلط العبارة دي؟ صح طبعًا، دي تقارير داخلية بتعد لغرض الاستخدام الداخلي. تاني حاجة، تقارير ذات استخدام محدد بما تتضمنه من معلومات لصاحب الإدارة لمواجهة مشاكل معينة. التقرير بيبقى معمول عشان يحل لي مشكلة معينة، يبقى استخدام محدد. ثالث حاجة، يشتمل على معلومات تحليلية يعني مفصلة، كل حاجة بنقعد نفصل فيها عن أجزاء معينة في المؤسسة كمراكز الكلفة، الأقسام، على خلاف التقارير. تمام يا أستاذنا؟ رابع حاجة يا جورج، هي تقارير دورية، تقارير منتظمة دورية، مش لازم تتقدم في نهاية السنة، كل ما تحصل مشكلة يتعمل تقرير، قد يكون المشكلة يومية أو أسبوعية أو شهرية. تشتمل على معلومات بقى إيه؟ تاريخية يعني سابقة، وتقديرية يعني مستقبلية، سواء كانت كمية بالكميات أو غير كمية بالفلوس.
معايا يا جورج؟ تمام يا دكتور. يبقى في كام خاصية للتقرير ده؟ الجزء ده مهم. أربعة، خمسة. خمسة، تعتبر تقارير داخلية للاستخدام الداخلي، تمام. تقارير ذات استخدام محدد بتقدم معلومات لحل مشكلة محددة. التقرير لازم يكون مفصل. تقارير منتظمة ودورية المواعيد بتاعتها خمسة، اللي هي اهي، تشتمل على معلومات تاريخية وتقديرية. طب ايه دور واهداف المحاسبة الإدارية؟ دور المحاسبة الإدارية، ايه دور المحاسب الإداري؟ من غير ما نقرأ تفتكر ايه دوره؟ بيقدم تقارير ايه؟ التقارير الداخلية اللي احنا قلنا عليها فوق عشان يحل ايه؟ عشان يحل لو في مشكلة أو في نقاط ضعف أو حاجة. ويعرف معدلات الأداء ونقط الضعف، وده بيهتم بالعنصر، بيعتمد على العنصر الايه؟ البشري. اللي انت قلته هو ده اللي مكتوب، تخيل اهو، توفير تقارير أداء للإدارة اللي هي تقارير داخلية، ماشي كده؟ اتنين، بتساعد معدلات الأداء أنه يكتشف نقاط الضعف، أنت لسه قايل كلمة نقاط الضعف، ويحاول يصححها. تلاتة، الاهتمام بالعنصر الايه؟ البشري. البشري، من خلال تحفيز المدراء والعمال وخلق روح التعاون ويديهم مكافآت ونفضل ندلع في الايه؟ في المحاسبين بتوعنا والموظفين بتوعنا. أربعة، بنترجم الخطط والأهداف، اتفقنا، كميات ولا قيم؟ الاثنين. برافو عليك، صورة كمية، والاعتماد على الأساليب الإحصائية والرياضية، وبعدين دراسة التوقعات. عارف يعني ايه التوقعات؟ يعني تاريخية ولا مستقبلية؟ مستقبلية. بصورة كمية، ووضع معدلات التأجير لكل الأنشطة. طب ايه أهداف المحاسبة الإدارية؟ خمس أهداف: بتوفر معلومات لاتخاذ القرار والقيام بعمليات التخطيط، تساعد المديرين في توجيه عمليات المؤسسة، بتحفز المديرين والموظفين، نفس الكلام اللي فات، وتقيم الأداء، ماشي كده؟ آخر واحدة، تساعد في صنع القرارات الإيه؟ الاستثمارية. والتخطيط للأموال اللازمة، اللي هي زي ما قلنا إيه؟ بتبص للمستقبل. إذن يتضح إن الهدف الأساسي للمحاسبة الإدارية هي مساعدة الشركة المؤسسة على اتخاذ القرارات الإيه؟ الإدارية يبقى ما هو الهدف الأساسي للمحاسبة الإدارية؟ إن هي بتساعده ياخد القرارات الإدارية. بالظبط، ما احنا قلنا هي بتقدم معلومات وتقارير داخلية. طب ليه بتقدم معلومات وتقارير داخلية؟ عشان ياخدوا القرار الصح. عشان ياخدوا القرار الصح. هذا يعني التحقق من وضع خطط مسبقة، موضع التنفيذ ومتابعة تنفيذها، بنقارن الخطة الموضوعة ونطلع الانحرافات وناخد القرار الصح. أظن كلام سهل قوي. تمام يا دكتور. طب الجزء ده يجي صح وغلط. طبعا العبارات اللي قدامك دي كلها صح. المحاسبة الإدارية فرع من المحاسبة، صح ولا غلط؟ صح. معلوماتها سرية، تستخدم من قبل متخذ وصناع القرار. صح. احنا قافلين على نفسنا الباب وبنحل مشكلتنا، لازم نفضح نفسنا ونبقى افصح وعلانية ونفضح نفسنا، ولا معلوماتنا سرية مع بعض؟ وحتى الأرقام اللي بتبقى جوه بتهيألي يا دكتور دي بتبقى أرقام مش أي حد ما يعرفها يعني. حدش يعرفها. بالظبط كده. آه. تالت حاجة هي تطوير لبيانات المحاسبة، تبدأ من حيث تنتهي المحاسبة المالية. يعني أنا باخد أرقام المحاسب المالي وابتدي أحل بقى المشكلة، ابتدي بقى أظبط الدنيا. أربعة، بياناتها مفيدة لكل مستويات الإدارة. يعني هل هي بتقدم لرئيس مجلس الإدارة ولا ممكن تقدم لناس تانية؟ أكيد لناس تانية. أكيد تتقدم لناس تانية. مدير مالي، رئيس حسابات، مهندس، تمام كده؟ وبالتالي لابد من إعداد سجلات خاصة بها. المحاسبة الإدارية ترتبط بوظائف الإدارة، إحنا قلنا في وظيفتين، إيه وإيه؟ تخطيط تخطيط ورقابة. ورقابة. بتخطط وتراقب عشان نطلع الانحرافات. طب ايه العلاقة بين المحاسبة الإدارية والأنظمة الأخرى؟ في شبه بين المحاسبة الإدارية والمحاسبة المالية؟ المالية طويلة الأجل بقى، دي بتبقى مرة في السنة بتهيألي. اه، التقارير مرة في السنة. بتهيألي. لا، احنا عايزين الشبه مش الخلاف، بنقول وجه الشبه، التشابه. شبه؟ اه، ان كل منهما بتقوم على معلومات على اساس نظام محاسبي، مش دي محاسبة ودي محاسبة، اه. يعني كل منهما بتستخدم المعلومات المالية، كل منهما تهتم بالظروف الاقتصادية، كل منهما بتقدم تقرير،
صحيح، واحده تقرير داخلي وواحده تقرير خارجي، لكن لازم في الاخر يقدموا ايه؟ تقرير. تقرير. يبقى اوجه الشبه في 3 حاجات. اوجه الشبه الاولاني ان كل منهما بتقوم على نظام محاسبه، يعني كل واحده فيها ايه؟ ارقام وحسابات وهكذا. تاني حاجه انها بتقيم اداء المؤسسه سواء داخليا او خارجيا. خارجية. تالت حاجه ان هي ملتزمه بالموضوعيه، يعني الشغل موضوعي ولا اي كلام؟ نهتم بالمحاسبه الاداريه ونهبل المحاسبه الماليه او العكس، ولا نهتم بالاثنين؟ اهتم بالاثنين. يبقى ده الموضوعيه. يبقى المحاسبه الماليه تكون اكثر موضوعيه مما تكون عليه المحاسبه ايه؟ الاداريه. دي مش مهمه الحته دي. كل منهما بتسعى الى قياس نتائج الاحداث، عايزين نقيس الاحداث. ده مش مهم قوي، المهم هو وجه الخلاف. ايه بقى وجه الاختلاف يا زعيم؟ مين الأطراف المستفيدة من المحاسبة الإدارية؟ يعني ربع ساعة. يا زعيم انا معايا جورج. ايوه الو. معايا؟ دخلت. دخلت على غفله كده، راح النور قاطع في الاكاديميه. لا لا عادي. فقلنا الاطراف المستفيده، المحاسبه الاداريه محاسب داخلي بتفيد الاداره الداخليه، والمحاسبه الماليه بتفيد الجهات الخارجيه. مش احنا اتفقنا عليه؟ نوعيه المعلومات، المحاسبه الاداريه كميات وقيم مالية وغير مالية. المحاسبة المالية بتتعامل بفلوس بس، قيم بس، مالية فقط. عنصر الزمن، المحاسبة الإدارية بتهتم بمعلومات تاريخية حاضرة مستقبلية بتاعت كله، أما المحاسبة المالية بتهتم بإيه؟ بمعلومات تاريخية فقط. وحدة القياس، إحنا اتفقنا دي هنا مالية وكمية، دي مالية وأحيانا بتدخل فيها إيه؟ كميات. مستوى الثقة، المحاسبة الإدارية بتحط تقديرات للمستقبل، أنت تضمن المستقبل قوي بنسبة 100%؟ طبعا صعب، أديك شايف حروب بتقوم، الدولار اختلف، الأسعار فبيبقى دايما إيه؟ تقريبية في حدود المسموح به. أما المحاسبة المالية دي عن بيانات حصلت فعلا، فبتبقى دقيقة في حدود القواعد اللي تحكم الإطار العام. دكتور، الثقة هنا يقصد بها الدقة يعني؟ الدقة بالظبط، مستوى الدقة. مستوى الدقة طالما دقيقة بثق فيها. الموضوعية، كل منهما بتقدم حقائق موضوعية لعمليات فعلية، بس دي في الوقت الحاضر اللي هي المحاسبة المالية. أما المحاسبة الإدارية إلى جانب دراسة النشاط الجاري اللي هو الوقت الحاضر، جاري يعني حاضر، والمستقبلي والمستقبل، ودي طبعا بتتأثر بالتقديرات الايه؟ الشخصية. يبقى يوم أكثر موضوعية، المحاسبة الإدارية ولا المحاسبة المالية؟ المالية. المالية. طب أيوم أكثر ثقة؟ اللي هي الحالية، اللي هي المالية دي برضك، عشان حصلت فعندك الأرقام بالظبط، لأن أرقام حصلت فعلا، لكن الإدارية دي أرقام بنتنبأ بيها بالظبط. مصدر البيانات، نظام محاسبي. نظام محاسبي مظبوط كده، بس مزبوط. الماليه نظام محاسبي فقط، الاداريه بيبقى نظام محاسبي وفي مصادر اخرى للتنبؤ، دراسات احصائيه، دراسات اقتصاديه، بندخل فيها مجموعه دراسات اخرى. يعني المحاسبه الاداريه بالنسبه لمصادر البيانات اشمل او اوسع من المحاسبه ايه؟ الماليه. طبيعة التقارير، احنا لسه قايلين دي تقارير، قوائم، 4 قوائم زي نتيجة الأعمال والمركز المالي، قائمة الدخل والميزانية. دي بتبين تقارير مش قوائم، ما بتبينش قوائم، دي بتبين تقارير تعتمد على بيانات تاريخية حقيقية حاضرة يعني مستقبلية. وصلت كده يا أستاذة؟ يبقى دي كده ايه؟ المقارنة بين المحاسبة الإدارية والمحاسبة المالية. طب عايزين نعمل نوع تاني من المقارنات بين محاسبة التكاليف والمحاسبة الإدارية.
تلاحظ ان دايما التكاليف والاداريه يكادوا يكونوا اخين توأم متقاربين قوي لبعض، بينهم شعره. محاسبه التكاليف الهدف انها بتحدد تكلفه المنتج، انا عايز انتج منتج معين عايز اعرف تكلفته. اما المحاسبه الاداريه فهي نوع من المفاضله بين البدائل وحل المشاكل، اختار افتح مصنع في مدينه بدر ولا في 6 اكتوبر، بفاضل. طيب ايه المشاكل اللي هنا وايه المشاكل اللي هنا، نحاول نحل المشاكل. لكن المحاسبه التكاليف يقول لك انت هتنتج منتج معين، مصنع كوبايات مثلا، طب مصنع الكوبايات ده محتاجين ازاز وعماله، حدد لي تكلفه المنتج، تكلفه الكوبايه هتكون بكام. يبقى هنا مجال الاهتمام في التكاليف الانتاج، اقسام انتاجيه. اما في المحاسبه الاداريه اقسام متعدده، ممكن تكون انتاجيه، تسويقيه، اداريه، جميع الاقسام. النطاق هنا بنهتم بالتكلفه، لكن هنا بهتم زي ما احنا قلنا التخطيط والرقابه. المحاسبه الاداريه بتهتم بالتخطيط والرقابه. طب الزمن، انا بنتج منتج في مده معينه يبقى لازم اعرف الفتره المحاسبيه بتاعه المده، فتره محدوده، لكن هنا الفتره مستقبليه يبقى غير محدوده. محاسبه التكاليف موضوعيه لانها فتره محدوده فبنعرف نحكمها، دي غير محدوده يبقى ايه، تخضع للتاجير الايه الشخصي. يبقى في 5 فروق بين محاسبه التكاليف والمحاسبه الاداريه. واضح يا جماعه؟ واضح يا جورج؟ تمام يا دكتور. طيب المبحث الثالث، المحاسبة الإدارية كأداة فعالة لخدمة وظائف الإدارة. المحاسبة الإدارية إيه وظائف؟ أداة فعالة بتخدم وظائف الإدارة. أول وظيفة بتخدمها وظيفة الإيه؟ تخطيط. تخطيط. إزيك؟ ياسمين؟ مش ياسمين أشرف؟ أيوة دكتور. مع حضرتك يا دكتور. دخلت ياسمين فينك؟ صوتك مش باين ليه النهارده؟ لا انا مع حضرتك اهو. اهلا بيك. يبقى اول معانا من اول دكتور. ما هي ساكت، انا فاكر انت بس اللي معايا. انا قلت لك يا دكتور ياسمين ومارينا معانا، بس هم تقريبا كان عندهم مشكله في الصوت. لا بس انت ما قلتليش مارينا، قلت لي ياسمين. انا قلت ياسمين ومارينا دخلت بعديها على طول. مارينا ايه؟ مارينا عصام عزمي. معانا يا مارينا؟ ياسمين؟ ياسمين؟ مع حضرتك يا دكتور. مع حضرتك. آخر رقم كود بتاعك كام؟ 207. 207. ومارينا؟ مارينا هي كتبت أيوة في كومنت، أنا عندي بس مشكلة في الصوت. لا أنا مش عايز أسمع صوتها، أنا عايز الرقم بتاعها، ما عندكش الرقم بتاعها؟ طب ابعتي يا مارينا الرقم بتاعك في كومنت. خلاص مش مشكلة. 106 يا دكتور. 106؟ اوكي ماشي يا حبيبي. يبقى أول وظيفة يهمني العناوين هنا بس، أول وظيفة المحاسبة الإدارية أداة لإيه؟ التخطيط. برافو عليك. تاني وظيفة، بس قبل ما نتكلم في تاني وظيفة، هو مين اللي بيخطط؟ الإدارة العليا ولا الإدارة الوسطى ولا الإدارة الدنيا؟ العليا المفروض. لو العليا بتخطط يبقى تعمل خطة اسمها خطة إيه؟ استراتيجية طويلة الأجل. لو الوسطى اللي بتخطط يبقى بتعمل خطة على القد، خطة تفصيلية إزاي هنشتغل، أو بيسموها خطة تكتيكية، هنتكتك لشغلنا إزاي، ودي بتبقى متوسطة الأجل. لو الموظفين اللي في الأوضة هيخططوا إزاي يخلصوا شغلهم يبقى دي خطة تشغيلية، ودي تكون قصيرة الإيه؟ الأجل. يبقى جوه الإدارة الموظفين بيخططوا على مستوى التشغيل بتاعهم، المدير المالي والرئيس الحسابات بيخططوا إزاي هيخلصوا الشغل المحاسبي بتاعهم، يبقى خطة تفصيلية. الإدارة العليا بتحط الخطط بقى طويلة المدى، إزاي نشتري مصانع، إزاي نشتري مواد خام، إزاي هنكسب، إزاي نتفادى الخسارة، وهكذا. طب دي تيجي في الامتحان إزاي؟ بجيبها لك سؤال كده صغير في البابل شيت. الإدارة العليا تضع خطة استراتيجية متوسطة الأجل، صح ولا غلط؟ غلط، طويلة الأجل. برافو عليك. الإدارة الوسطى تضع خطة تكتيكية متوسطة الأجل. صح. صح.
الإدارة الدنيا تضع خطة تفصيلية قصيرة الأجل. غلط. الإدارة الدنيا تضع خطة تفصيلية قصيرة الأجل. غلط. غلط، هتبقى تشغيلية. هي بتحط خطة إيه؟ تشغيلية. تشغيلية. صح؟ طب الإدارة العليا تضع خطة تكتيكية طويلة الأجل. غلط، استراتيجية. برافو عليك، عرفتوا ازاي بقى ده؟ الشكل ده خلوه في ذهنكم عشان دايما تجيب تيجي جمل صح وغلط، وصلت؟ تمام يا دكتور. يبقى دي أول وظيفة، المحاسبة الإدارية بتساعد على التخطيط، وعرفنا أنواع التخطيط. طب إيه خطوات التخطيط؟ نخطط إزاي؟ تعال خطط لنفسك، بتحدد الإيه؟ الهدف، بتجمع المعلومات، معلومات، تحط الافتراضات، تشوف البدائل، تنفذ وتقيم النتائج. يعني انت هدفك ان شاء الله، انتوا في سنة رابعة، هدفك انك تتخرج وتجيب امتياز، بتبتدي تجمع المعلومات، المحاضرات، الكتب الاونلاين، بتحط افتراضات، ايه المواد اللي انت هتجيب فيها تقديرات جاي امتياز، طب ايه المادة اللي صعبة شوية ممكن تيجي جيد جدا، طب البدائل ازاي تحل مشاكلك، البدائل الجيد جدا دي ازاي نوصلها لامتياز، تبتدي تنفذ وتشوف انت نجحت في تنفيذك ولا لا. تخيلتوا بالمثال اللي انا قلته ولا اقوله تاني؟ لا تمام يا دكتور. تمام، دي خطوات التخطيط. هي المادة لحد دلوقتي في اللذيذة يا دكتور لذيذة بصراحة. قوي، لذيذة قوي قوي. يبقى كده اول حاجة المحاسبة أداة لإيه؟ ها، التخطيط، وعرفنا انواع التخطيط وخطواته. الوظيفة التانية التنظيم تنظيم. والتوجيه. طب ما لازم المحاسبة الإدارية طالما هتحل مشاكل يبقى لازم هتعمل إيه؟ تنظم. إزاي بننظم؟ قال لك بنعمل دليل تنظيمي زي خريطة تنظيمية، ونحدد الأهداف، ونحدد الوظائف بتاعت كل إيه؟ مكان، كل دليل، ونكون الإدارات والوحدات، ونحدد المهام والمسؤوليات، وإيه العلاقات بين الوحدات، ومين الأفراد اللي هيشغلوا هذه الوظائف، ونرسم هيكل تنظيمي. صعبة؟ بنعمل دليل، بنحدد أهداف، بنشوف الوظائف، طب إيه الإدارات، طب إيه المسؤوليات، طب إيه العلاقات، طب مين الأفراد اللي هيشتغلوا، أروح عامل الهيكل التنظيمي بتاع الإيه؟ الشركة بتاعتي. دي اسمها عملية التنظيم. النقطة الثالثة التوجيه. يبقى أول حاجة كانت إيه؟ أول حاجة كانت إيه؟ التخطيط. طيب تاني حاجة بعد كده كانت التنظيم والتوجيه. التنظيم. تالت حاجة كانت الإيه؟ التوجيه. يعني دي تعتبر إيه؟ نقطتين، التنظيم دي واحدة والتوجيه دي واحدة. التوجيه دي واحدة. يبقى أسس وركائز التوجيه، عشان مين اللي بيوجه؟ القيادة. برافو. والقيادة عشان توجه، توجه مع نفسها ولا لازم تتصل باللي تحتها؟ بتتصل بالهيكل التنظيمي والمديرين، يبقى قيادة هينتج عنها إيه؟ اتصال. بس لما يجي يتصل، يعني معلش سامحوني في اللي انا هقوله، ما ينفعش القائد يفضل يشتم في الموظفين اللي عنده او يعمل لهم احباط، لازم يعمل لازم ايه؟ يحفزهم، يرفع الروح المعنويه ويحفزهم. بالظبط كده. يبقى دي اداه لايه؟ يبقى تخطيط، تنظيم، توجيه، اتخاذ ايه بقى؟ قرار. قرار. اتخاذ القرار. خطوات اتخاذ القرار، ازاي تاخد قرار؟ يبقى لازم اعرف الاول لازم اعرف ايه مشكلتي. طب بعد ما اعرف المشكله لازم اعرف الحلول اللي عندي. ما المشكله ليها حلين او ثلاثه، نفكر في الحلول اللي عندنا كلها، نقيم كل حل، تقييم الحلول، اختار ايه افضل بديل، افضل حل او افضل بديل. والاختيار ده بيعتمد على الخبره، الخبره، التجربه بتاعت المحاسب. طب بعد ما اخترت البديل واشتغلت لازم نعمل ايه؟ اتابع بقى القرار اللي انا اخدته، يا ترى قراري كان صح ولا غلط. اظن حاجه سهله قوي، يعني حاجه لوجيك كده، منطقيه قوي. مظبوط كده يا جماعه؟ مظبوط يا دكتور. طيب يبقى اخر وظيفه، يبقى قلنا كام وظيفه لغايه دلوقتي؟ اهو نرجع تاني. اول وظيفه كان ايه؟ التخطيط، تخطيط، تنظيم، توجيه، اتخاذ القرار. برافو عليكم. بعد اتخاذ القرار هيدخل بقى ايه؟ الرقابه وتقييم الأداء. عشان كده في أول المحاضرة إحنا جبنا أول كلمة وآخر كلمة، قلنا المحاسبة الإدارية بتخطط وتعمل رقابة. مظبوط؟ لكن هي بتعمل خمس حاجات بس، إحنا دايماً في الشرح نقول إيه؟ بتساعد على التخطيط والرقابة، بجيب البداية وبجيب النهاية. معايا؟ الرقابة عشان نصحح الإيه؟ أداء المرؤوسين.
الخطط، بنحط خطط، ضمان سلامة تحقيق الأهداف. طب إيه خطوات الرقابة؟ تنحصر في إيه؟ التأكد من مدى الالتزام بالقوانين، قرارات السلطة التنفيذية، دي أول حاجة. نعرف نقف على المشكلات والمعوقات التي تعترض إجراءات العمل. نكتشف الأخطاء سواء التصرف وحالات الانحراف. التأكد من أن الحقوق والمزايا المقررة للأفراد والعاملين محققة. الحقوق بتتحقق، المزايا بتتحقق، يعني ما بناكلش حق الموظفين بتوعنا، تمام؟ والتخفيف من تكاليف الإيه؟ العمل. ما فيش داعي يبقى في وقت ضايع وأجور ضايعة، لازم يبقى الشغل إيه؟ مظبوط. يبقى هو تقييم الأداء. يعني إيه تقيم أدائك؟ يعني متابعة أداء العمليات مع ما إيه؟ مع الإنجاز بقى. مع الإنجاز، بغية الوصول إلى تحقيق الأهداف. وتعتبر وظيفة الرقابة وتقييم الأداء قد أتموا بالوظائف الإدارية. مين اللي ساعدني إن أنا أوصل لتقييم الأداء؟ التخطيط التخطيط والتنظيم والتنظيم واتخاذ القرار. والتوجيه واتخاذ القرار ليكون العمل متسم بإيه؟ بالكمال. ماشي يا أستاذة؟ تمام يا دكتور. العلاقة بين الوظائف الإدارية، شغل الإدارة وشغل المحاسبة. دي بقى مصطلحات خدوا بالكم منها. في الناس بتوع الإدارة يقول لك أنا هعمل تخطيط ورسم سياسات. تسمعوا عن الكلمة دي في الإدارة؟ بخطط وأعمل رسم سياسة. ده مصطلح إداري. طب إيه المصطلح المحاسبي؟ بدل كلمة تخطيط يقول بعمل إيه؟ تقارير. موازنة. موازنة تقديرية وتكاليف معيارية. يعني بحط خطة. ما الموازنة التقديرية يعني خطة. بس بتوع الإدارة يقولوا خطة، بتوع المحاسبة يقولوا موازنة. واضح المصطلح بين ده وده؟ عشان تبقى عارف إيه اللغة الإدارية وإيه اللغة المحاسبية. اللغة الإدارية يقول لك تنظيم وتوجيه. بتاع المحاسبة يقول لك تصميم نظم محاسبية، وهو بيصمم يعمل تنظيم وتوجيه. بتاع الإدارة يقول رقابة وتقييم أداء، إحنا نقول تسجيل الأحداث المالية. بتاع الإدارة يقول اتخاذ القرارات اللازمة، إحنا نقول التقارير المحاسبية المالية والمالية. يبقى دي مش مهمة للامتحان، دي بس ليك أنت حاجة تبقى فاهم المصطلح الإداري مع المصطلح الإيه؟ المحاسبي. محاسبي. يعني دي مش هجيبها في الامتحان خالص، بس دي ليك أنت، إيه العلاقة بين المصطلح ده والمصطلح ده؟ تعالى بقى نشوف أساليب المحاسبة الإدارية، العملي بقى، نخش في العملي. هناخد حاجة اسمها الموازنة التخطيطية، الموازنة الرأسمالية، خرائط التعادل، تكاليف معيارية، أدوات بحوث العمليات، إحصاء، رياضة، رقابة داخلية، محاسبة تكاليف، تحليل مالي محاسبي، محاسبة مسؤولية، رقابة على الجودة، تقييم الأداء المتوازن، تحليل استراتيجي للتكاليف، مقاييس غير مالية. كم موضوع؟ 14 موضوع، وكل موضوع عليه حوالي مثلا نقدر نقول إيه؟ 20 حالة عملية، 20 تمرين. يعني عندنا 280 تمرين. الله يقويكم. لا الله ربنا معانا بقى يا دكتور. مادة في اللذيذة اهي. انا لسه كنت عايز اقول لحضرتك كده، بقينا بقى كده دخلنا مش في اللذيذ اهو. فنبتدي بقى ندخل في الموضوعات ديت. النهارده هدخل كده معاكم في اول موضوع اللي هو الموازنة ايه؟ التخطيطية. طبعا بيني وبينك الترم مش هيقضي كل دول. دول ايوه عايزين، كده دول عايزين ترمين مش ترم واحد. ايوه كده يا دكتور دول 14 موضوع، هناخد منهم 4 أو 5 موضوعات بس. الحمد لله. بس أنا عارض ال 14 عشان تعرف إن دي كلها طرق للمحاسبة الإدارية. يعني يا أنا في دكتور أربعة كتير يا دكتور صدقني، يعني هو الموضوعين كفاية، والموضوع لوحده بيبقى فيه حاجات كتير. كتير آه بنتعلمها خلاص وجداول. خلاص، نعمله موضوع ونص. ماشي، ما تقلقش ما تقلقش. أنتوا مش ماشيين معايا كويس؟ لحد دلوقتي اه طب تعالى نتمرن على تمارين كده. تعد مخرجات نظم المحاسبة الإدارية طبقا رغبات المستفيد مجموعة من المبادئ المحاسبية ألف و ب لا شيء مما سبق. الأسئلة دي موجودة في الكتاب عندك، هتلاقيها في تمام. آخر الفصل موجودة. يا ريت بقى لو أنت معاك الكتاب تعلم عليها عشان تعرف الإجابة الصح. تمام. مخرجات نظم المحاسبة الإدارية بنعدها طبقا لإيه؟ مجموعة من المبادئ المحاسبية، رغبات المستفيد، الاتنين مع بعض، لا شيء مما سبق. رغبات المستفيد. طب ليه مش مجموعة من المبادئ المحاسبية؟
يا دكتور، هو انا كنت هقول لا شيء، لانه مش شايف تقارير او حاجه كده يعني. ما هي رغبات المستفيد يعني هو عنده، هو عايز ايه عشان اقدم له تقرير؟ يبقى هي ألف صح زي ما ياسمين قالت، تمام. يبقى تعد مخرجات النظم المحاسبة الإدارية لخدمة الإدارة الداخلية. مين الإدارة الداخلية؟ المستفيدين داخليا، ودول لازم أقدم لهم إيه؟ تقارير. يبقى السؤال الألف، وطبعا الإجابة غير مباشرة، يعني محتاجة إنك تبقى إيه؟ مركز فيها. طب ب السؤال التالي، تتمثل الوظائف الأساسية للمحاسبة تحليل وتصميم نظم، إنتاج معلومات مفيدة لاتخاذ القرارات، مسك دفاتر اليومية والأستاذ، تحليل القوائم المالية ومراجعتها. يبقى به إنتاج معلومات مفيدة لأغراض اتخاذ القرارات، بالظبط. طب ليه ما نقولش دال؟ علشان خاطر دي محاسبة مالية، ما يعني مش إدارية. وجيب محاسبة مالية صح؟ صح. يومية وأستاذ. يبقى هي يا ألف يا ب الاتنين صح، بس مين الأصح؟ ب. يبقى زي ما أنت قلت صح، يعني بتلاقي دايما إجابتين صح بس في واحدة أكتر إيه؟ دقة. واحدة الأصح بقى. الأصح بالظبط. يتطلب نظام المحاسبة الإدارية، إحنا قلنا بيهتم بالعنصر البشري، حاسب آلي، برامج محاسبية جاهزة، عنصر بشري مؤهل، كل ما سبق. كل ما سبق. طبعا كل ما سبق. يركز نظام المحاسبة الإدارية على تشغيل معلومات مالية فقط، معلومات غير مالية فقط. ألف وب، لا توجد إجابة. ألف وب صح، معلومات مالية، وقلنا مالية وكمية. أو لكن لو مالية تبقى مالية فقط. لو محاسبة مالية يبقى ألف بس صح كده. صح. طب لو تكاليف؟ يبقى ولا حاجة. لا، التكاليف إنتاجية تقريبا، ما عنديش إنتاجية يا تبقى مالية. لا، تبقى غير مالية يبقى ألف وب، يبقى جيم. برضو. مش أيوة إحنا صح، لسه، أنا مش لسه قايل لك المحاسبة الإدارية توأم من محاسبة التكاليف، حصل. الاتنين لازق في بعض مع اختلافات بسيطة اللي إحنا قلنا عليها. تنقسم مراكز المسؤولية إلى إيه؟ تكلفة، ربحية، استثمار، كل ما سبق. يبقى كل ما سبق. مركز مسؤولية يعني مركز مسؤول، طب ما ممكن يكون مسؤول عن التكلفة، مش دي نقطة مهمة في الشركة؟ ممكن يكون مسؤول عن الربح، ممكن يكون مسؤول عن الاستثمار، يبقى كل ما سبق. تتميز المعلومات اللي يقدمها المحاسب الإداري، معلومات تاريخية، أحداث ماضية، تنبؤ رؤية مستقبلية، لا شيء مما سبق. الإداري يبقى مستقبلي. يبقى جيم. تمام. كده انتوا 10 على 10، جاوبتوا كل الأسئلة صح. صعبة الوحدة دي؟ لا ها؟ لحد دلوقتي، طيب لا لحد دلوقتي. هنخش بقى في أول أسلوب من أساليبنا، قلنا إعداد الإيه؟ الخطط والموازنات، preparation of plans and budget. ماشي، أنتوا بتاخدوا إنجليزي؟ صح، هي دي المحاسبة اللي بالانجليش؟ لا المحاسبة الإنجليش هتبقى الترم الثاني. الترم الثاني. بس اتخضيت، انا حسيت كده في داخلين لا في لا، حته خطر كل بصراحه. الكلام ده هنقوله بالإنجليزي الترم الثاني إن شاء الله لو لينا عمر بإذن الله. بإذن الله. ماشي. يعني إيه موازنة؟ إيه تعريف الموازنة؟ مش عايزك تقرأ، قول من مخك كده بالبلدي، يعني إيه موازنة؟ بعمل موازنة للسنة الجاية، يعني بعمل خطة. مش احنا لسه قلنا كلمة خطة يعني موازنة؟ خطة إدارة، موازنة محاسبة. يبقى أنت بتعمل إيه؟ خطة مالية شاملة، شاملة كل حاجة، بتحدد الأهداف اللي بتقرر الإدارة العليا تحقيقها خلال فترة زمنية مقبلة. طب الخطة دي بتشمل إيه؟ عايزة تحقق أفضل تكلفة ممكنة للمشروع، يعني عايز ازود التكاليف ولا اقللها؟ يا دكتور معلش، قلت ايه؟ عايز ازود التكاليف ولا اقللها؟ انا مش عارف، انا ما كنتش مركز. انت لو عندك مشروع
عايز تزود تكلفتك ولا لا، تقلل؟ عايز اقللها طبعا طبعا. وعايز تزود الربح. بالرفض، يبقى الموازنة هدفها ان احنا نقلل التكاليف ونزود الايه؟ الربح الارباح ما لم يكن هناك ظروف غير ذلك. يبقى الموازنة التقديرية دي خطة مالية حالية ولا شاملة؟ خطة مالية جزئية ولا شاملة؟ لا شاملة. شاملة، بتحدد الأهداف اللي مين اللي عايزها. أنا بعمل موازنة للإدارة العليا، هي اللي طالبة الأهداف بتاعت الشركة عشان تحققها خلال فترة زمنية ماضية ولا مقبلة؟ مقبلة. مقبلة. طب السؤال بتاع السنة اللي فاتت كان فيه اختيارات صح وغلط، بقول لهم الموازنة التقديرية خطة مالية شاملة تحدد الأهداف التي تقرر الإدارة العليا تحقيقها خلال فترة زمنية حالية. لا غلط. برافو، هي فترة زمنية حالية لا ولا مستقبلية. ماضية؟ قادمة مقبلة. ولا أقدر أقول ماضية ولا حالية، لأن لو حالية ما تبقاش الموازنة للسنة الجاية، يبقى خطة زمنية إيه؟ مقبلة. خطة زمنية إيه؟ مقبلة، مقبلة. موازنة للسنة الجاية. لو الموازنة ديت اللي أنت بتعملها لمدة سنة، بعمل خطة للسنة الجاية، يبقى اسمها موازنة جارية. لو بعمل خطة لمدة أكتر من سنة، خطة 3 4 5 سنين، يبقى اسمها موازنة رأسمالية أو موازنة استثمارية. يبقى الموازنة كم نوع؟ اتنين اتنين لو لمدة سنة، يبقى جارية. ولو أكتر من سنة، يبقى استثمارية استثمارية. أو رأسمالية. برافو عليك، تمام كده؟ حلو أوي. بعد كده بناخد ايه في الكتاب؟ يهمني في الكتاب، الكلام ده كله هتلاقوه في الكتاب عندكم. يطلق على نظام الموازنة التقديرية، تمام، اصطلاح الرقابة. يبقى الموازنة بتخليني اعمل ايه؟ رقابة. يعني ايه اعمل رقابة؟ انا بحط خطة، لما تيجي السنة الجاية يبتدوا يشتغلوا. لما يجوا يشتغلوا، هل هيحققوا الخطة ولا مش هيحققوها؟ لو حققوا الخطة يبقى اكسلنت، يبقى ناس ممتازين. لو ما عرفوش يحققوا الخطة يبقى حصل ايه؟ حصل دروب. انحرافات. ابتدي ادرس ايه اسباب الانحرافات دي، تمام. يبقى الموازنة تهدف الى ايه؟ خدوا بالكم بقى عشان هلخبطكم دلوقتي. الموازنة بتهدف الى ايه؟ على الشاشة قدامك تهدف الى ايه؟ تخطيط ورسم السياسة ايوه، وتنفيذ الخطة والرقابة عليه والرقابة عليها واتخاذ القرارات المصححة لأي انحرافات يمكن علاج مسبباتها. يبقى كم هدف؟ أربعة ثلاثة. ثلاثة تخطيط، تنفيذ، اتخاذ قرار، صح ولا غلط؟ صح. تخطيط، تنفيذ، اتخاذ قرار. بنخطط السياسات بتاعتنا اللي احنا هنعملها السنة الجاية، بنبتدي لما تيجي السنة الجاية ينفذوا ويراقبوا. طب يا ترى طلع تنفيذهم صح 100%؟ عمره ما بيبقى صح 100%، لازم بيحصل ايه؟ شوية تجاوزات. فأعرف ايه التجاوزات اللي حصلت دي، هي واخد قرار وأعالج الأسباب دي. واضحة الفكرة؟ واضحة يا دكتور. طيب ركز معايا بقى، تهدف الموازنة إلى تخطيط، إلى التخطيط والتنفيذ والرقابة داخل الشركة. طب ما الرقابة مش في الثلاثة، فكده تبقى صح ولا غلط؟ تهدف الموازنة إلى التخطيط والتنفيذ، طبعا تنفيذ ورقابة، التنفيذ والرقابة واتخاذ القرارات داخل الشركة. تمام صح. صح، برافو عليكم. أقولها كمان مرة، تهدف الموازنة إلى القياس وتنفيذ الخطط واتخاذ القرارات المصححة. القياس غلط وتنفيذ الخطط غلط. والرقابة واتخاذ القرارات المصححة. ليه قلت غلط يا جورج؟ سنة قياس آه، أنا شلت من كلمة تخطيط. تخطيط، أنا شلت كلمة تخطيط وحطيت كلمة قياس. قياس. بس خد بالك، أنا قلت قياس دي غلط، قلت تنفيذ الخطة والرقابة دي صح، قلت اتخاذ القرار دي إيه؟ صح، مظبوط. مظبوط. بس هي غلط لان الاولى غلط، بدل تخطيط انا حطيت ايه؟ قياس. قياس. يبقى خد بالك بقى من اللي انا هقوله قوي، لو تخطيط وتنفيذ واتخاذ قرار يبقى دي اهداف موازنه. اقولها تاني،
لو تخطيط وتنفيذ واتخاذ قرار، يبقى دي اهداف ايه؟ موازنه. موازنه صح؟ صح. طب لو قياس وتنفيذ واتخاذ قرار، دي تبقى حاجه تاني، اهداف تكاليف، لان التكاليف بتقيس التكلفه. التكاليف التكاليف ما بتخططش، التكاليف بتقيس. صح. شايفين بينهم شعره ازاي؟ ما قلت لك المحاسبه الاداريه والتكاليف بينهم شعره، بدل كلمه تخطيط جت قياس، بوظت المعنى. قياس يبقى تكاليف، تخطيط يبقى اتخاذ، يبقى موازنه. صعبه؟ ده كان سؤال السنه اللي قبل اللي فاتت. كان في مجموعتين، المجموعه الاولى قلت لهم اهداف الموازنه تخطيط وتنفيذ واتخاذ قرار، المفروض يعملوها ايه؟ صح. المجموعه الثانيه قلت لهم اهداف الموازنه قياس وتنفيذ واتخاذ قرار، المفروض يعملوها ايه؟ غلط. فهمتوا؟ اوكي يا دكتور. نعم. ما تعمل الامتحان هو هو بس لخبط الاسئله. لما يجي وقت الامتحان ربنا يدبرها ان شاء الله. ان شاء الله. ايه دوره الموازنه؟ ايه هي دوره الموازنه؟ اول حاجه ببتدي من الدايره، من المستطيل اللي فوق، انا بحدد الايه، الهدف، وامشي مع عقرب الساعه. بنحدد الهدف بتاع الشركه، يبقى اعمل تنسيق بين الاجهزه داخل الشركه، يبتدي الشركه تشتغل، ابتدي اتابع التنفيذ. احنا قلنا التنفيذ دايما هنقيس النتائج بتاعتنا. تفتكروا النتائج بتطلع سليمه 100% مع الخطه؟ ها، اكيد لا. لا، يبقى لازم يحصل شويه ايه، انحرافات، مقارنة النتائج، هنقارن النتائج، هيطلع انحرافات، ابتدي اخد اجراءات ايه؟ مصححة، ابتدي اخد الهدف اللي بعده وافضل الف كده اهو. دي اسمها دورة الموازنة. بحدد هدف، بنسق بين الادارات، اتابع التنفيذ، اقيس النتائج، اقارن، اطلع الانحرافات زي ما جورج قال، اخد القرارات المصححة ونبتدي نلف زي ما احنا كده. وصلت؟ وصلت يا دكتور. ماشي يا ياسمين؟ تمام يا دكتور. ماشي يا مارينا؟ هي مش هترد مارينا، انا عارف عندها مشكله في الصوت. اوكي. طب سامعاني؟ ولا سمع ولا صوت؟ يا جورج؟ كاتبه لك يا دكتور. سامعاني. طب خلاص اوكي، بس دي ما طلعتش عن جنة. ما عشان حضرتك قافل الشاشه بتاعت البرنامج. صدقيني يا بنتي انا ولا قافل ولا فاتح، هو المعمل بيجيني كده بقعد اتكلم. مش عارف هو المهم كتبت. خليكم معايا بس. اوكي. اعداد الخطط والموازنات. لاعداد الخطط والموازنات لابد من التعرف على بعض الجوانب، وهي معايا؟ عايز اعمل خطه وموازنه، هتعرف على بعض الجوانب. ايه اول حاجه؟ مقومات نظام الموازنه. هتلاقوا الحته دي دش في الكتاب قوي، عايزك تركز معايا. انتوا الكتاب في ايدكم ولا بعيد عنكم؟ انا مش معايا الكتاب الصراحه. ها؟ مش معايا الكتاب، بس حتى اسمع المحاضره تاني اوف لاين يعني. ماشي، بس خد بالك اللي معاك كتاب هيكتب معايا حاجه. هيجي في الباراجراف رقم واحد دوت، شايفينه؟ كل الباراجراف ده اللي انا بشاور عليه. هيكتب كلمة بره كده اسمها المشاركة. المشاركة. يبقى هنلخص الباراجراف ده كله في كلمة المشاركة. بمعنى تخيل كده حضرتك رئيس مجلس إدارة شركة. إن شاء الله نشوفكم كده بإذن الله. وعايز تعمل موازنة لشركتك. هتقفل على نفسك باب من مكتبك وتقعد تعمل الموازنة لوحدك؟ ولا هتستعين بمدير الانتاج ومدير المشتريات ومدير المبيعات واللي بيتعامل مع البنوك ونقعد نعمل كلنا موازنه واحده مع بعض؟ استعين بيه، استفيد بخبرتهم وبشغلهم. صح ولا غلط؟ صح. يبقى كده هخليهم يشاركوا معايا في وضع الموازنه. يبقى اشتراك مدير الادارات ورؤساء الاقسام وغيرهم من المسؤولين بالشركه في وضع تقديرات الايه؟ الموازنه. ده السطر بس اللي انا عايشه. يبقى بخلي كل المديرين ورؤساء الاقسام يجوا يشاركونا في وضع تقديرات الايه؟ الموازنه. يبقى الباراجراف ده كله اسمه ايه؟ يبقى اول مقاومه لنجاح الموازنه، اول مقاومات النظام الموازنه اسمها المشاركه. ماشي كده؟ كل ده خلاص كده انا ايه؟ مش عايزه. تاني حاجه
هتكتب جنبها كده تحديد المسؤولية. الناس اللي شاركت معايا هيجي يحط الخطة ويمشي ولا بقى مسؤول إن الموازنة تنجح؟ أكيد مسؤول، ما هو سعيد، ما هو حطها معايا، حطها معايا، يبقى هو في إيه؟ مسؤولية كل إدارة عن النتائج التي يجب أن تحققها والتكلفة التي ترتبط بتلك النتائج. يبقى السطر الأولاني بس مسؤولية كل إدارة، يبقى ده النقطة الثانية المسؤولية، تحديد المسؤولية عن كل إيه؟ النتائج اللي هو وصل لها. يبقى أول نقطة في مقومات الموازنة اسمها إيه؟ أول نقطة اسمها المشاركة، تاني نقطة اسمها إيه؟ تحديد المسؤولية. جميل، برافو عليك، مشاركة وتحديد مسؤولية. تالت نقطة، الموازنة أرقام فعلية ولا تقديرية؟ تقديرية. يبقى بنعمل التقديرات بتاعتنا عشوائي ولا على دراسة، على أساس دراسة اقتصادية؟ على أساس دراسة. واستخدم أساليب الحاسب الصحيحة والأساليب الإحصائية الصحيحة. تمام؟ يبقى بنقول له هنا، هنقول له الدراسة الاقتصادية والإحصائية العنصر الثالث. يبقى تقوم الموازنة على أساس دراسة اقتصادية وإحصائية صحيحة. وهنشوف الإحصاء دلوقتي، يعني هتدخل معانا وهنحل بيها تمارين. يبقى خدنا كم عنصر؟ كم مقاومة؟ ثلاثة. الأولى مشاركة. مشاركة. قلت مشاركة صح أو اشتراك. ثانية تقدير. مسؤولية تحديد المسؤوليات. التالتة بنقدرها على أساس الظروف الاقتصادية واستخدام الأساليب الإحصائية. يعني لما أجي أعمل موازنة لشركة النهاردة بتفتح اعتمادات مستندية، مش لازم أعرف الظروف الاقتصادية بتاعة الدولار إيه وضعه؟ هل هتقدر توفر دولارات ولا لأ؟ الدولار النهارده سعره كام؟ مظبوط؟ يبقى لازم ادرس الظروف الايه؟ الاقتصاديه. النقطه الرابعه اعداد مجموعه متكامله من التقارير لمتابعه تنفيذ الموازنه، يبقى لازم يكون في تقارير. هل ينفع نعمل موازنه شفهيه؟ لا. ولا لازم يكون في تقارير مكتوبه عشان اقارن الارقام؟ لازم يكون في تقارير. طب النقطه الخامسه والاخيره، وجود نظام ايه؟ محاسبي متكامل. لان انا هعمل موازنه مبيعات وموازنه مشتريات وموازنه انتاج، يبقى لازم يكون في ارقام ايه؟ محاسبيه. يبقى مقومات الموازنه كم وظيفه؟ خمسه. ايه هم؟ انا مش هقلبهم، عايز اشوف هتفتكرهم ولا لا. في المشاركه وان انا التقديرات. مشاركه والتقديرات. والثانيه دي مش فاكرها. المسؤوليه. ايوه تحديد المسؤوليات. الرابعه اعداد مجموعه متكامله من التقارير. برافو عليكي. الخمسه وجود نظام محاسبي. مش معاك كتابه يا دكتور. ماشي، انا عارف. وجود نظام محاسبي متكامل يشمل نتائج المحاسبه الماليه كما يشمل البيانات الايه؟ التحليليه للتكاليف، كما يشمل البيانات التحليليه للتكاليف. طب ايه الوظائف الرئيسيه للموازنه؟ ايه وظائف الموازنه؟ ياسمين. نعم يا دكتور. انت معاكي الكتاب؟ اه. طب افتحي كده الشيت ثانية واحدة. تمام يا دكتور، فتحت. السؤال الأولاني ايه؟ ما هي الأهداف والغايات التي يمكن أن تحققها المحاسبة الإدارية لإدارة المنشأة؟ ده الفصل اللي احنا لسه شارحينه. السؤال الثاني، قارن بين المحاسبة، محاسبة الإدارة والمحاسبة المالية، اللي هو جدول المقارنة. السؤال الثالث، تعد عملية اتخاذ القرار الإداري أحد مهام الإدارة الأساسية، ما هي مقومات القرار الإداري الجيد؟ يبقى الثلاث أسئلة دول عن الفصل الأولاني. ماشي؟ هو في شيء يا دكتور صح؟ السؤال الرابع. السؤال الرابع مسألة. مسألة.
يبقى انا ان شاء الله، انت بتحضري للمحاضره؟ اه يا دكتور. طب بكره ان شاء الله هتجيلي ومعاكي الشيت عليه اسمك وحل الثلاث اسئله الاولانيين، عشان هديكم نمره اعمال السنه بتاعت شهر اكتوبر بناء على الثلاث اسئله دول. في صعوبه انك تاخديهم من الكتاب او من الشاشه وتجاوبيهم؟ لا يا دكتور عادي. خلاص يبقى بكره ان شاء الله عشان نحط نمر شهر ايه، اكتوبر. نتكلم تمام بقى في الوظائف. اتفضلي. تمام. لا خلاص مفيش حاجة. طيب ايه الوظائف الرئيسية للموازنة؟ أول وظيفة احنا قلنا الموازنة عبارة عن ايه؟ عن أداء وظيفة الواجب. للتخطيط. بتخطط، والخطة دي بتبقى ليه؟ للمستقبل. تمام كده؟ طب بنعمل الخطة طويلة الأجل ولا قصيرة الأجل؟ في ايه؟ لما تيجي تعمل طويلة. خطة موازنة تتعمل طويلة ولا قصيرة؟ الاثنين يعني؟ حسب رغبة الإدارة. بالظبط. أنا بروح الإدارة يقولوا لي عايزين خطة للسنة الجاية، يبقى دي خطة قصيرة الأجل. ايوه صح. ايوه، انت قلت سنة اه وخمسة. يقول لي ايوه اعمل لي خطة 3 سنين 4 سنين خطة. بص أنا هشاور على فين؟ طويلة الإيه؟ طويلة الأجل يبقى استثمارية زي ما قلنا، بالظبط. وقصيرة مش يبقى فاكر جارية. ايه. جارية جارية. يبقى أول حاجة وظيفة الإيه؟ التخطيط. طب إحنا خططنا، سمك لبن تمر هندي ولا لازم أعمل تنسيق؟ لازم اعمل تنسيق. أنسق بين الإدارات، أنسق. بص مثلا بننسق بين خطة المبيعات شايفينها وخطة الإنتاج. هل ينفع أنتج 100 وحدة وأكون ببيع وحدتين اتنين بس؟ أنتج 100 وحدة عشان أبيع وحدتين؟ هنا في تنسيق ولا في فجوة واسعة؟ في فجوة واسعة، ما أنت كلفت إنتاج كتير قوي، وبعدين هيتركن في المخازن، وبعدين الموديل ممكن يقدم، يبقى لازم يبقى في نوع من التنسيق، بنتج على قد ما ببيع أو زيادة سنة. يبقى أول وظيفة إيه قلنا؟ تخطيط. تاني وظيفة إيه؟ التنسيق. التنسيق. تالت وظيفة الاتصال. لازم يكون في اتصال بين إدارة المبيعات وإدارة الإنتاج وإدارة المشتريات، يبقى عملية اتصال بين المستويات الإيه؟ الإدارية المختلفة. يبقى يا دكتور، تخطيط. طب معلش، هو دول نقاط بس لان احنا قلناهم فوق، فاخد اللي فوق كانوا نقاط بس ولا اخدهم بالشرح؟ نقاط وكل واحدة سطر. ماشي. سطر. تمام. أنا وأنا بقول سطر دلوقتي. تنسيق بين المستويات الإدارية المختلفة من الإدارات. الدافعية تمثل عامل إيه؟ الإيجابية. عارف عامل إيجابيا إمتى؟ لو الإدارات شاركتني في الموازنة، لو لو أنا في جبت، مشاركة لو في مشاركة، لكن لو مفيش مشاركة تبقى عامل إيه؟ سلبي. سلبي. يبقى الدافعية تمثل الموازنة عاملا إيجابيا أو سلبيا، إيجابي في حالة المشاركة وسلبي في حالة عدم المشاركة. واضحة؟ واضح. معايا؟ آخر معاك. حاجة وظيفة الإيه؟ الرقابة. الرقابة. الرقابة دي مهمة قوي. حطينا خطة ونسقنا واتصلنا براقبها بقى، بشوف فيها انحرافات ولا لا. وشفنا الدافعية، لازم أراقب عشان أعرف الإيه زي ما أنت قلت يا جورج، حل الإيه؟ الانحراف. في انحرافات ولا لا؟ طب طلع في انحرافات لازم نعرف لازم عليها وبادل بقى، بشوف لما ايه تعرف الافضل. الأسباب تقدر تعمل الإيه؟ العلاج. بعد بالظبط. ما تعالج تكتب الإيه؟ التقرير. التقرير. طيب ما هي مزايا الموازنة؟ واضح إن الموازنة مهمة، إيه مزاياها؟ حد يقدر يقول لي واحدة أو اتنين؟ الشرح أكيد اللي إحنا بتسهل، أكيد بتساعدني أو بتسهل عليا في حاجة يعني. حاجة زي إيه؟ إن يعني أي لفظ من اللي إحنا قلناه. ممكن مثلا في إن أنا أزود الربح بتاعي، ماشي صح. وإن أنا أتلاشى المشاكل مثلا اللي ممكن تحصل أو الانحرافات اللي ممكن تحصل. أيوه خلينا بقى بالأسلوب العلمي، أتلافى الانحرافات، أعرف أسباب الانحرافات، أحط ومعالجتها. طرق علاج بتساعد على الاتصال بين الإدارات، التنسيق بين الإدارات. تمام؟ ها قولي يا ياسمين عايزة تقولي إيه؟ إنها بتساعد مثلا إن إحنا نرسم السياسات أو نحط الأهداف اللي إحنا عايزينها. بتحقق لي أهدافي وسياساتي. بص هنا بقى، تبص إيه؟ أداة للتخطيط. مزاياها
أداة للتخطيط، أداة للتنسيق، أداة للرقابة، وضع الأهداف والسياسات اللي أنت قلتي عليها، الاشتراك والمسؤولية والمشاركة، بتحدد المسؤولية، بتفوض السلطات، بتقيس الكفاءة، بتساعد على رسم الخطط، بتكون دافع إيجابي، استقرار النشاط، أداة اتصال، تساعد في مجال التقييم، تساعد في التخطيط. أنا أقدر أحط 50 ميزة، بس أنا اكتفيت في الكتاب بكم ميزة؟ 14. احفظ 4 بس. اللي هم عني. اختار أي 4 سهلين واحفظهم. تمام. هو هيبقى في مقالي أو حاجة الترم ده؟ آه إن شاء الله. تمام، نركز على دول يعني. 4 كفاية، 5 كفاية. عايز تحفظ 14 يبقى برافو عليك. عشان لو جه مقالي ولا حاجة. آه هتكتب. تمام. ماشي. إعداد بقى الموازنة. هنخش بقى عملي. كده كفاية بلاش نظري، هنبتدي بقى ندخل في العملي. ما بلاش يا دكتور أنت مش عارف، بتحبش العملي؟ الأرقام؟ صراحة، لا آه. وياسمين؟ صراحة اه آه؟ ومارينا؟ هتكتبوا قولوا لي، عايزة عملي ولا مش عايزة؟ لا، بتقول لك لا يا دكتور. آه طيب، العامل المؤثر في إعداد الموازنة، ما هو العامل المؤثر؟ هو العامل الذي يمثل نقطة البداية في إعداد الموازنة، يمثل إيه؟ نقطة البداية نقطة البداية في إعداد الموازنة. ويختلف من شركة إلى أخرى، يعني إيه؟ يعني نيجي نعمل خطة جارية، قلنا خطة جارية يعني مدتها ايه؟ سنة. اه هبتدي احط الخطة بتاعتي، هبتدي بأنهي رقم؟ تختار أنهي رقم؟ مبيعات ولا الجارية إيه؟ ولا الطاقة الإنتاجية ولا الخامات اللي عندك؟ التلاتة. لا اختار واحدة بس، احنا عايزين عامل مؤثر واحد بس. عمل مؤثر في ايه؟ يعني أنا بحط أرقام السنة الجاية للخطة، اه اروح الشركه اقول لهم قولوا لي مبيعاتكم ايه عشان ابني لكم الخطه، لا ولا اقول لهم قولوا لي انتاجكم ايه عشان اعمل الخطه، ولا قولوا لي الخامات اللي في المخازن قد ايه عشان اعمل الخطه. لا، قولوا لي انتوا تقدروا تنتجوا قد ايه؟ يعني انت عايز تاخد الانتاج؟ اه ماشي كده. حد ليه رأي تاني؟ انا من رأيي مستلزمات الانتاج، انت رأيك هو انت مستلزم؟ عندك قد ايه في المخازن عشان اقدر احط الخطه بتاعتي. ماشي، يبقى العامل المؤثر هو العامل الذي يمثل نقطة البداية. النهاية. البداية ولا البداية ولا النهاية ايه؟ احنا بنحط خطة للسنة الجاية، يبقى لازم يكون نقطة البداية، بداية الشغل بتاعي. طيب جورج قال الطاقة، وياسمين قالت ايه؟ مستلزمات الإنتاج، ومارينا قالت حجم المبيعات. كل واحد منكم قال ايه؟ حاجة. انتوا الثلاثة صح، لأن احنا قلنا بيختلف من شركة لإيه؟ لأخرى. بس أنا عايز أقول حاجة يا دكتور، معلش. أنا من وجهة نظري طالما هو عارف هينتج قد إيه، يبقى هو أكيد عامل حسابه في مستلزمات الإنتاج وحجم الإنتاج. هرد على السؤال بتاعك حالا دلوقتي، تمام كده؟ تعال نبص كده مع بعض، وده العملي. عندي الشركة سين، مبيعاتها قد إيه؟ 1500. 15000. تقدر تبيع خمستاشر ب 15000. المكن اللي عندها الطاقة الإنتاجية ما يقدرش يطلع إلا بكام؟ 8000. وعندها مواد خام 11500. يبقى لما أجي أعمل الخطة أقول لهم أنا هعمل لكم الخطة على المبيعات، يقولوا لي ما لا ينفعش، إحنا الطاقة بتاعتنا القصوى طاقة المكن كام؟ 8000. أقول لهم طب أعملها على الخامات، يقولوا لي 11500 ازاي؟ ده احنا كل اللي هنقدر نشتغله كام؟ 8000. يبقى المستلزمات الاوليه ديت هيبقى بزياده، في 3500 زياده. يبقى لما اجي اخد اي رقم ابتدي بيه، ابتدي بانهي رقم؟ الطاقة الإنتاجية. يبقى في الشركه سينا بتجي بالطاقه الانتاجيه. طب صاد تبتدي بانهي رقم؟ مبيعاتهم 8، يقدروا ينتجوا 9، المواد الاوليه عندهم في المخازن أكيد بتاعهم المبيعات بقى. حسب طاقته المبيعات. طيب عين 12 14 10، المواد يبقى الأولية 10. ما عندوش إلا 10. طب أنا صح. بقول لك في المسألة دي حدد العامل المؤثر، يبقى تقول لي العامل المؤثر في سين إيه هو؟ الطاقة الإنتاجية. صح كده؟ الطاقة الإنتاجية. وفي صاد؟ المبيعات. وفي عين؟
على اللي هو الأول واحدة يبقى عملت انا ايه؟ يبقى انا عملت مقارنة عمودية بين الثلاثة دول واخترت ايه؟ اخترت أقل رقم فيهم يعني. برافو عليك، يبقى كده اول نوع من المسائل حليناه خلاص كده وخلصت. يبقى بس العامل كده بس خلاص، يبقى الحمد العامل لله. المؤثر العامل اللي بيمثل نقطة البداية في إعداد الموازنة قد يكون حجم المبيعات، الحجم أو الطاقة أو المستلزمات بس بناخد أيهما أقل أقل. رقم. خلصت صعبة؟ لا أجي أول نوع من المسائل، أجي أول نوع من المسائل. عايزين مسائل ولا عايزين تحفظوا نظري؟ لا، لو المسائل سهلة زي كده يا دكتور كمل. سهل أوي أهو، أديك شايف ما قلناش حاجة. يعني النوع الثاني من المسائل حجم سنين دخلت المبيعات، معانا في الموضوع. هنحدد حجم المبيعات باستخدام حاجة اسمها معادلة الخط إيه؟ المستقيم. دخلنا في الإحصاء. في ضوء البيانات التالية، المطلوب تأجيل المبيعات لسنة 91، يعني خطة المبيعات للسنة الجاية. يعني إحنا لو إحنا دلوقتي نقول سنة 24، مظبوط كده؟ طب أنا عندي في 87 معايا حضرتك؟ معاك يا دكتور. دي المفروض 89، بس أصلحها لكم. في سنة 87 مبيعاتي 3000، 88 7000، 89 9000، 90 12000. طب يا ترى في السنة الجاية 91 تكون مبيعاتي بكام؟ شوف هي هنا زادت كام، من 3 ل 7 زادت 16 كام؟ زادت 4. زادت أربعة ومن 7 ل 9 زادت كام؟ 2 ومن 9 ل 12 زادت كام؟3 يعني إذا الزيادة مش ثابتة، مختلفة. طب يبقى أنا هزود كام؟ 6 7 5 4، مش عارف أزود كام. ما هي زيادة متغيرة، ما مش متغيرة، حاجة عشان كده صعب إن أنا أحط. عارفة لو زيادة ثابتة خلصت الحالة. برافو عليك. أو طب ما احنا ممكن يا دكتور نقول بقى اللي هي سنة الأساس دي اللي هي كام؟ 3000. هي 3000، يبقى هقول له 3000 زائد معدل التغير ده اللي هو أكيد المتوسط بقى بتاعهم، يعني اللي هو مجموعهم على عددهم وكده ولا لأ؟ ماشي، عددهم 3 و2 و4 يبقوا 9. 9 و9 على الخمسة، 1 2 3 4 5، ولا هم 4 اقسمهم على 4 كده ولا على الخمسة؟ 9 على 4 لأن 91 دي اللي أنا عايزها. تمام، يبقى اجيب مجموعهم على عددهم 9 على الرقم 4 اللي هيطلع لي. يساوي 1 وربع، 9 على تمام 4 يساوي يبقى سوري 2 ب 8، 2 و 2، 9 على 4 يساوي كام؟ بص، هو ايا يكن مجموعهم على عددهم 2 ونص، هزود 2 ونص. هقول له 3000 زائد ال 2 ونص في واحد بقى. 3000 زائد 2 ونص في واحد. أرقام بعدت عن بعض أوي، أرقام بعدت عن بعض أوي. 3000 زائد لما المدة اللي هي بين السنة دي اللي هي قد ايه بقى؟ يعني اللي هي كده هتبقى 4 سنين ولا سنة؟ المدة بقى 4 سنين ولا سنة؟ شوف أنت عايز المدة قد إيه؟ لا، يبقى نخليها 4 بقى، زي ما أنت عايز. نخليها 4. شاركي معانا يا ياسمين. بصوا يا أساتذة، القاعدة بتاعتي بتقول إيه؟ أنا عايز أجيب مبيعات سنة كام؟ 91 اللي هي السنة الجاية. هاخد تمام. مبيعات سنة الأساس. مبيعات سنة الأساس بكام؟ 3 زائد معدل التغيير. ده ما عنديش معدل تغيير في المدة بين السنة محل التأجير وسنة الأساس. يعني
يعني بين سنة ايه وسنة ايه؟ 87 و91. برافو عليك. السنة محل التأجير اللي هي 91، سنة الأساس سنة كام؟ 87. طب المدة من هنا لهنا كام سنة؟ أربعة. ادي 1 2 3 4 أربعة. يعني إذا أنا عندي هنا 3000 زائد معدل التغير أو التغيير مجهول في 4، صح؟ المفروض صح. ايوه كده. طب معدل التغير هفترض دلوقتي في اي رقم، نفترض انه ب 3000، يبقى المبيعات هتطلع بكام؟ النور قطع تاني. ها لا يبقى بكام هيطلع؟ تاني يا دكتور بتقول ايه؟ مبيعات سنة الأساس بكام؟ خلاص يبقى هنقول كده 6000 في 4. لا ثواني، مبيعات سنة الأساس بكام؟ ب 3. هفترض معدل التغيير أي رقم، هقول 3000 للتبسيط، يبقى 3000 زائد 3000 في 4 أهي، 3000 زائد 3000 في 4، مظبوط؟ تمام. تطلع بكام؟ 15. ليه 15؟ انت اللي كاتب يا دكتور تحت. 15. 6000 في 4 ب 24000. 6000 في 4 ب 24000. تمام. بص يا ياسمين، الاول لا اضرب، الاول ايوه اضرب وبعدين اسمع. يعني ال 3000 في 4 ب 12000 زائد ال 3000 ب 12 16000 زائد 3 يطلعوا 15000. اوعي 15. تسمعي وبعدين تضربي، هتطلع ب 24000. سامعاني يا ياسمين؟ اه تمام يا دكتور. طيب هتقولي لي بقى ايه؟ خلاص يبقى انا عرفت ان المبيعات هتطلع هنا 15000. السؤال بقى، ليه افترضنا معدل التغير ب 3000؟ ايوه طبعا الرقم ده مش هو ده، دي صدفه، الرقم ده طلع صدفه زي ده، ده ممكن هنا يطلع 2000، يطلع 5000، يطلع زي ما يطلع. ماشي. عشان هو طلع اكتر يا دكتور. لا يعني لا لا، ده ليه معادله، معدل التغير عباره عن ايه؟ حجم المبيعات في آخر سنة معطاة ناقص حجم المبيعات في سنة الأساس على آخر سنة معطاة ناقص سنة الأساس. حد يقدر يعوض لي بالكلام ده من الأرقام اللي في التمرين؟ حجم المبيعات في آخر سنة معطاة يبقى 1200 ناقص 3000. جورج الاسمر، سوري، يبقى 12000 ناقص 3000 على القانون بقى. ها على ايه؟ على سنة 90 ناقص سنة 87. برافو عليك. يبقى 12000 ناقص 3000، 90 ناقص 97 ناقص 87، مظبوط كده، يساوي ايه بقى؟ هات الآلة كده. تساوي، احنا قلنا تساوي 3000. ماشي. 12000 بالظبط كده هتساوي ايه؟ يعني مجموعهم على عددهم ما تطلعهاش يا دكتور؟ 12000. معلش بس هي اتلخبطت مني. الاصفار مش جاي. 12000 ناقص ايه يا زعيم؟ 12000 ناقص 3000 على 87 ناقص 90 على 97 تطلع 9000. على 3 تطلع بكام؟ 3000. اللي هم اتحطوا فين؟ اللي اتحطوا هنا، اللي هم اتحطوا تحت بند ايه؟ معدل التغيير. بس يبقى الرقم عندك بكام؟ ب 15000. وخلص التمرين. صعب؟ لا صعب يا شباب. ها عايز حاجة تاني؟ لا. اوكي نصلح بقى الرقم ده عشان في صفر اصله معمول غلط. طب هنبص بعد كده على ايه؟ انتوا عندكم زنة في الصوت؟ تقريبا ياسمين مركبة هاند فري، فيها مشكلة او حاجة. في زنة جامدة اوي. مش مركبة حاجة. نعم ياسمين؟ مش مركبة حاجة يا دكتور. ماشي يا اسمي، اهو
بقى حتة كده مهمة قوي، ركزوا معايا فيها. احنا قلنا الموازنة بتعمل تنسيق، مظبوط؟ تمام. فاكرين الوظيفة؟ الوظيفة رقم كام؟ 2، تخطيط ثم تنسيق. طب لما نيجي ننسق، اللي انا هقوله ده لازم يجي في الامتحان، ده لازم يجي في الامتحان، خدوا بالكم. ايه هي الموازنة العينية؟ ماذا يقصد بالموازنة العينية؟ احنا العنوان بتاعنا ايه؟ تنسيق. يبقى هننسق عيني. يعني ايه عيني؟ يعني مفيش فلوس، مش هنتكلم بفلوس، هنتكلم بكميات، هنتكلم بكميات. يبقى هننسق بين ايه وايه؟ بين المدخلات و ها معايا صح؟ المخرجات. بين المدخلات و المخرجات، معبرا عنها في صورتها العينية. يعني ايه صورتها العينية؟ يعني وحدات طبيعية، مواسير. يبقى بكم متر مواسير؟ قطن. كم طن قطن؟ هل انا جبت سيرة فلوس ولا كميات؟ كميات. يبقى ايه هو التوازن العيني؟ كميات. بقارن بكميات. بقارن ايه بايه؟ المدخلات والمخرجات. النوع الثاني، التوازن المالي. الاولاني كان اسمه ايه؟ عيني. الثاني اسمه توازن ايه؟ مالي. برضه بشوف اللي داخل ولا طالع، بس بالفلوس بقى. يبقى بين الايرادات والتكاليف. والتكاليف. دفعت قد ايه؟ دخل لي قد ايه؟ يطلع النتيجة ايه؟ ربح أرباح. خسر. يا ربح يا خسارة، احنا افترضنا انها ربح، مظبوط كده؟ يبقى ايه الفرق تمام بين التوازن العيني والتوازن النقدي؟ هنا بقارن بمنتجات او بكميات، ده هنا كان بقارن عيني. بالفلوس. طيب، طب ايه الفرق بين التوازن المالي والتوازن النقدي؟ ما النقدي ده فلوس برضك. ان انا يعني ايه ادبر الفلوس كده عشان اعرف استثمرها صح، يعني لا 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 او اوظفها صح. لا لا، هو كلمة توازن يعني تنسيق. تمام. لما قلنا مالي، مالي يعني الفلوس اللي بتدفعها والفلوس اللي بتقبضها، تمام. تكاليف وإيرادات. نقدي يعني الفلوس اللي اتقبضت والفلوس اللي اتدفعت فعلا. يبقى التنسيق بين الايه وايه؟ المقبوضات والمدفوعات، لكن اللي فوق ايرادات وايه؟ وتكاليف. هتقول لي طب ايه الفرق بينهم؟ لسه كنت هقول كده حالا. ايه الفرق بينهم؟ خد بالك من نقطة، لو انا بعت بضاعة ب 100 جنيه، يبقى هيجي لي ايراد بكام؟ ب 100 100 جنيه جنيه طيب اللي انا بعت لهم شخصين، ياسمين وجورج. ياسمين راحت مدياني 70 جنيه، وانا ببيع لها راحت مدياني 70 جنيه، انا بعت لها ب 70، وانت يا جورج بعت لك ب 30. فقلت لي يا دكتور عادل، ده انا حبيبك، استنى عليا ايه اسبوع كمان واجيب لك ال 30 جنيه، مع احترامي ليك يعني. تمام. تمام. يبقى انا دخل لي فلوس نقدا ال 100 جنيه الايرادات ولا ال 70 جنيه النقديه؟ إيرادات 100 بس مقبوضات 70. خلاص اديك عرفت الفرق. تمام. يبقى الايرادات ده اللي انا بعته كله، سواء قبضت او ما قبضتش، لكن التوازن النقدي ده اللي دخل جيبي فعلا، اللي هيدخل جيبي فعلا المقبوضات والمدفوعات المنتظره ان انا اخدها. وصلت؟ وصلت يا دكتور. يعني المقبوضات النقديه، اما الايرادات سواء كانت نقديه او على الحساب او اجله. ونفس الكلام برضو في المدفوعات نفس والتكاليف. المدفوعات. انا دفعت جزء وعليا جزء لسه ما دفعتوش، ايوه فهمت يتحط فهمت. توازن مالي. اللي انا دفعته فعلا يتحط توازن نقدي. وصلت يا اساتذه؟ تمام يا دكتور. طيب، هل الموازنه حكر على نشاط معين؟ يعني ما تنفعش الا في منشات صناعيه، ولا ممكن تكون في منشاه زراعيه، في منشاه ماليه، لا في اي منشاه منشاه طالما تجاريه؟ فيها اي منشاه طالما فيها ايرادات ومدفوعات. بالظبط، في صناعه بترول، ممكن اعمل موازنه البنك، اي حاجه، مزرعه،
اي حاجه يتعمل فيها اهو بنك تجاري، اي حاجه يتعمل فيها ايه؟ مواسبه. بكره بقى ان شاء الله هندخل في خطه العمل، نبتدي بقى نعمل الموازنه الجاريه، نبتدي نتمرن مع بعض على الموازنه ايه؟ اوبريتنج بادجت، يعني موازنه تشغيليه اللي هي الكرنت بادجت، الموازنه الجاريه. بص في كام موازنه؟ 1 2 3 4 5 6، كل ده عملي هناخده بكره ان شاء الله، واجي ايه القوانين اللي هنحل بيها والعملي. يبقى ده ان شاء الله ميعادنا بكره نكمل الموازنات بتاعتنا. ما تنسوش الشيت بكره تحلي 1 و2 و3. مظبوط يا ياسمين؟ يا دكتور نشوفكم على خير. ايوه يا جورج معلش انا ممكن احل في ورق خارجي عشان لسه ما جبتش الكتاب. انت ما معكش الاسئله؟ لا هاخدها من زمايلي عادي. ماشي يا حبيبي. لا هي مرة بس الصبح وتحبوش. لا بعشان القولون و ربنا كويس.